بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فإذا انتهى شهر رمضان فإنه يتبع بأعمال جليلة، يختم بأعمال جليلة ويتبع بأعمال جليلة. منها أولا التكبير، قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير في ليلة العيد وفي يوم العيد هذا هو شأن المسلم، يكثر من التكبير من حين يثبت هلال شوال في ليلة العيد وفي خروجه لصلاة العيد وفي انتظاره لصلاة العيد، كل ذلك يشتغل بالتكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم. كذلك يتبع شهر رمضان بصلاة العيد التي يخرج لها أهل البلد إلى صحراء خارج البنيان، يبرزون لربهم سبحانه وتعالى ويصلون صلاة العيد، ثم يرجعون إلى بيوتهم كل بما يسر الله له من الجوائز الربانية. فهو يوم الجوائز، فعلى المسلم أن يخرج للعيد متزينا بثياب الزينة المباحة، متطيبا وبأحسن مظهر، ويخرج لصلاة العيد ويصلي مع المسلمين ويشتغل بالتكبير ويصلي العيد مع المسلمين. وكذلك يتبع شهر رمضان بصيام 6 أيام من شوال. من صام رمضان وأتبعه 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنما صام السنة، لأن السنة 12 شهر، فرمضان عن 10 أشهر و6 أيام عن 2 شهر، هذه 12 شهرا وهي شهور السنة. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يتبع شهر رمضان بالتوبة والاستغفار وملازمة الطاعة بعد رمضان. أما من يتخذ العيد منطلقا للهو واللعب فهو يفسد ما بناه في رمضان، ويغسل ما بناه من رمضان بهذه السفاهات والحماقات. نعم، الفرح مطلوب في هذا اليوم، فرح بنعمة الله بالعيد، فرح بأنك صمت رمضان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما فرح السفه والغفلة واللهو واللعب فهذا غير مسموح به دائما وأبدا، ولا يناسب أن يتبع شهر رمضان المبارك بهذه السفاهات والحماقات والبرامج الهابطة. نعم، توسع على النفس وعلى العيال، الفرح المحمود لا بأس به، وليس هو بالسفاهة والحماقات والمغفلات. فبعد الطاعة والعبادة وبعد أن اعتقك الله من النار ترجع إليها بالأعمال السيئة، هذا خسران مبين، نسأل الله العافية. فيتبع شهر رمضان كذلك بصدقة الفطر، وهي طهرة للصيام من اللغو والرفث، وزكاة للبدن يدفعها المسلم في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، صاعا من الطعام الذي يؤكل في البلد، صاع، وهو الصاع 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فيخرج 3 كيلو من الطعام الذي يؤكل في البلد من التمر، من البر، من الشعير، من الزبيب، من الأقط، أو ما كان طعاما لأهل البلد،
كل بلد بحسبه يخرج هذا الصاع ويدفعه للفقراء والمساكين، لأن يوم العيد ما فيه عمل، يوم العيد ما فيه سؤال للناس. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أعطهم هذا الصاع يأكلون مع المسلمين ويفرحون مع المسلمين ويستغنون عن سؤال الناس ويسد حاجتهم في هذا اليوم. هذا الصاع المبارك فيه خير كثير وفيه عبادة لله عز وجل، ويخرج من الجيد لا يخرج من الردي. قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فيخرج صدقة الفطر من أجود ما عنده من الطعام، لأنه يدفعه لوجه الله عز وجل، ولا يقدم لله عز وجل إلا ما هو أطيب. الله طيب، كما في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصدقة وأن يضعها في مواضعها ويبادر بإخراجها، لا يؤخرها عن يوم العيد، لأن وقت إخراجها في يوم العيد. فإن مضى يوم العيد وهو لم يخرجها، يخرجها قضاء، تبقى في ذمته، يخرجها قضاء ولو بعد يوم العيد، ولا يتركها، ولكن وقتها الذي شرعه الله هو في يوم العيد، لأن الفقراء والمساكين بحاجة في هذا اليوم إلى من يعطيهم ليفرحوا مع الناس ويأكلوا مع الناس ويتوسعوا مع الناس. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.